مساء الخير اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار، مع لقاء جديد وحلقه جديده من برنامجنا. زي ما عودناكم دايما بنتكلم عن كل ما هو جديد في عالم الاستثمار وعالم الاستثمارات الداخليه داخل مصر وخارجها، وجذب الاستثمارات الى مصر، وافضل اوجه الاستثمار التي يتوجه اليها المصريين. في البدايه هنتكلم عن سيادة الرئيس، كان لي لقاء مع محافظ البنك المركزي النهاردة الأستاذ طارق عامر بخصوص النهج والسياسة العامة للبنك المركزي وكيفية العبور بالمشروعات الصناعية إلى بر الأمان. سيادة الرئيس عامل مبادرة جديدة للمساعدة المشروعات الصناعية والخروج من أزمتها، جدولة جديدة لديون المصانع المصرية، فتح مجموعة كبيرة من المصانع المغلقة، تقديم الكثير من التسهيلات لهم من أجل إعادة تدوير المصانع المصرية. الصناعة هي شريان أساسي لحياة مصر والمصريين، هتوفر كم كبير جدا من الصادرات. الاهتمام بالصناعة هيؤدي إلى فتح فرص عمل جديدة وجذب استثمارات جديدة الى ارض مصر، بالاضافه ان هيبقى في منتج مصري نقدر ان احنا نتعامل معاه ونقدر ان احنا نستفيد بيه داخل مصر، او في الفائض منه ان احنا نقدر نصدره ونقدر ان احنا نجذب جزء كبير من رؤوس الاموال الاجنبيه للاستثمار في عالم الصناعه داخل مصر. ده كان الخبر الاولاني. الخبر الثاني يخص معرض المنتقى العقاري في دورته 38. طبعا هو برنامج حوار واستثمار، هو الراعي الاعلامي للمعرض. المعرض هيبقى في داخل القرية الذكية من يوم 9/3 ل 12/3. المعرض بيضم مجموعة كبيرة جدا من المشروعات العقارية بتمثل خريطة مصر العقارية وتمثل الصورة التي وصلت اليها النهضة العقارية المصرية في خلال الفترة الأخيرة من 14 مدينة جديدة، العاصمة الإدارية، العالمين الجديدة، مشروعات كثيرة جدا عقارية واستثمارية وتجارية على أرض مصر هيتم عرضها داخل معرض المنتقى العقاري اللي هيكون في القرية الذكية من يوم 9/3 ل 12/3. المعرض بيقام تحت رعاية مجموعة من كبرى الشركات العقارية على رأسها مجموعة إيفرولاند لإدارة المشروعات. هيكون معانا كمان مجموعة نيفادا العقارية، وانضم لينا الشركة المصرية، وحديثا مشروع لو جاردان بالسادس من اكتوبر، وهو المطور العام للمشروع والمقاول العام والمنفذ هو مجموعة أسامة درة، مهندس أسامة درة. المشروع فيه جزء استلام فوري، وحيتم العرض داخل المعرض بمجموعة من التسهيلات الكبيرة جدا على مجموعة الوحدات الاستلام الفوري اللي متاحه جوه المشروع. هيبقى في حدود 25% مقدم والباقي بالتقسيط على 5 سنين، ويستلموا الوحده استلام فوري. المشروع كمان بيضم مجموعه من الفيلل والشقق والدوبلكس، بالاضافه الى مول تجاري على مساحه 14,000 متر. انضم الينا اخيرا شركه نيو جيرسي لرعايه معرض المنتقى العقاري بمشروعها في العاصمه الاداريه، وهو مشروع جرين افينيو. هيقدموا عرض خاص بالمعرض خلال فترة المعرض، فترة سداد طويلة، وبيحصل حاليا بعض المفاوضات ان يكون في عرض داخل المعرض، ان يكون في عرض بدون مقدم والباقي على 10 سنين. دي اخر اخبار المنتقى العقاري عندنا. النهاردة كمان بنكمل بقية الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه الحلقة اللي فاتت، وهو مصر فين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 2020، ايه اخر تطورات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هنقدر نعبر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونفتح لها مجالات وافق جديدة. هيكون معنا النهاردة المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ازيك علاء بيه؟ اهلا وسهلا، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله. احنا في البداية طبعا يعني احنا كنا الحلقة اللي فاتت كنا اتشرفنا بمداخلة حضرتك، كنا بنتكلم عن مستقبل المشروعات الصغيره والمتوسطه. انا عارف طبعا حضرتك من الناس المتزعمه قوي الموضوع ده في مصر بقالك فتره يعني، وشغال على الملف ده،
وبتحاول انك تفتح لهم فرص جديده واماكن جديده وتعملوا اماكن جديده للصناعه في المشروعات الصغيره والمتوسطه وافكار جديده متكامله يعني. فعايزين الاول نلقي الضوء على اهميه هذا النوع من الصناعه او العمل في المشروعات الصغيره والمتوسطه، وممكن يودي مصر فين؟ يعني ده ممكن يوفر لنا ايه من الصادرات؟ يعني يمكن كان في حوار شخصي بيني وبين حضرتك قبل كده، كنا في مؤتمر اقتصادي وحضرتك قلت لي انت مش متخيل احنا بنستورد اساتك بكام؟ اساتك فلوس واقلام رصاص. فحضرتك احنا عندنا بقى النهارده فرصه ان احنا نوضح ده، يعني نقول ممكن زي ما مشروع صغير بس يوفر على البلد ويكسبها قد ايه ويوفر قد ايه من صادرات بتيجي من الخارج. مساء الخير اولا. مساء النور. عايز اقول لحضرتك بس المشروع الصغير مفهومه مش مفهوم مالي قليل فقط، مفهومه مفهوم تكنولوجيا قليله، بمعنى ان حاجه سهل ان الواحد يعملها وسهل انه يمولها وسهل انه ينتج. في الحاله دي اصبح المشروع مشروع صغير، يعني المساله مش مساله فلوسه بس ان طبعاً. فلوسه قليله، لا لا هو سهل كمان في تشغيله، سهل في تشغيله طبعاً. ومن هنا جت الحكمه في المشروعات الصغيره، ان مشروع اقدر ابداه النهارده ينتج بعد 3 شهور، ابدا اكسب بعد 6 شهور، ابدا اعيش. تمام. فهنا القيمه بتاعت المشروع الصغير. طيب لما العالم كله بدا في المشاريع الصغيره، بدا في اول حاجه يبقى ليها سوق، وكان الاهتمام الرئيسي ان الراجل اللي بينتج ده او الشاب اللي بينتج ده او الست اللي بتنتج دي تلاقي سوق. طيب السوق ده تلاقيه ازاي؟ يبقى حاجة انت بتستخدمها. المواضيع بتمشي ببساطة كده، يعني النهاردة انا عايز اعمل منتج بيتم استخدامه في مصر في الحتة اللي انت فيها، وهي مصر طبعا. معنى كده طالما بيتم استخدامه يبقى يا اما محلي يا مستورد، تمام، ويتم استخدامه ويكون مستورد. في الحالة دي انا حددت المنتج، تمام، وطبعا حضرتك حجم المنتجات اللي يتم استخدامها وهي بسيطه وبتستورد ضخم جدا جدا جدا، مش كتير. محتاجه، لا لا لا، مش محتاجه اصلا بحث وتدقيق وتمحيص. انت لو حضرتك نزلت اي مكتبه او اي بتاع مونه او اي محل خردوات وبصيت هتلاقي 70% اللي موجود ده مستورد. تمام، خلاص، فانت حددت التوجه. تمام. طيب دي بقى دي اول خطوه. تاني خطوه هتلاقي الجزء قدامك حلين، يا انت فعلا على استعداد انك تسعى وتشوف الجزء ده بيتباع فين وسعره كام وتبدا تدرس دراسه خفيفه. وخد بالك النهارده الدراسات موجوده على النت، مش محتاجه انك مش محتاجه مكاتب خبره، لا 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 خالص خالص. انت لو اي حاجه، لو جينا حتى المشروع اللي بكلم حضرتك عليه، مشروع الاستيك ولا الخله ولا فرشه السنان، ولا لو دخلت على النت النهارده تكتب بس مشروع بالعربي كمان، مش محتاجه حتى انجليزي، يعني هيجيب لك المكنه فين ويجيب لك كل حاجه تكلفته ايه ومش عارف ايه وكلام من ده. اذا النهارده نمره واحد دور على المنتج، وتدور على المنتج احنا قلنا انه سهل. نمره اتنين خش واقرا. لما هتخش وتقرا هتدرك التكلفه وهتدرك سعر البيع من واقع السوق اللي موجود. طبعا. انا دايما اذكر المثال ده، لما انا جيت استثمر في افريقيا رحت عشان اخد الفيزا واسافر، فالسفير قابلني وقال لي انت عايز تسافر ليه؟ ما انا ممكن اديك البيانات اللي انت عايزها وانت هنا. قلت له لا، انا عايز اروح امشي زياره ميدانيه واشم ريحه الجو واشوف المحلات بتبيع ايه وابص على الارفف وابص على الناس بتشتري ازاي. فاللي عايز اقوله ان بدايه اي استثمار هي رؤيتك لحجم السوق. تمام. يبقى لازم تنزل وتلف وتشوف. طيب لو جينا النهارده قلنا جراب الموبايل، خلاص الموضوع مش محتاج بقى ان يعني مش محتاج نلف، مش محتاج تلف، ما انت عارف بالظبط. طب خلاص خش وشوف المكنه تمنها كام. بعد كل اللي انا بقول لك عليه ده هتلاقي حددت المنتج، حددت تكلفته، حددت المكنه بتاعته، عملت حاجه ما يسمى دراسه جدوى. تمام. هي بسيطه صحيح كل حاجه، هي اسمها دراسه جدوى. في الحاله دي في اللقطه دي انت ممكن تجيب محاسب، وخد بالك اللي انا بقول لك ده لا تكلفة لها، حاجة بسيطة بتشغل نفسك بسهولة، بسهولة جدا. هتجيب طبعاً. محاسب، اقول لك لا اصل مكاتب المحاسبة، انت مش محتاج مكتب محاسبة، انت 100% ليك واحد صاحبك محاسب، ليك واحد صاحبك.
يدرك ما مفهوم الدراسات الجدوى ومجال الحسابات، يبدا يعمل لك بري فيزابيلتي ستادي، يعني دراسه جدوى مبدئيه. مبدئيه تمشي الموضوع، تشوف الموضوع عامل ازاي، لقيته حلو خش بقى على الستيب اللي بعديها. طيب اسالك سؤال، حضرتك اخر كلام كنا بنتكلمه الحلقه اللي فاتت ان حاليا المشروعات الصغيره المتوسطه بقت منها رئيس الوزراء. تمام. الهيئه. تمام. الجهاز. الجهاز. جهاز المشروعات الصغيره المتوسطه. تمام. بقى منه رئيس الوزراء. تمام. طب ليه ما يبقاش عندكم اقتراح انه يبقى وزاره؟ يعني ما هو منه رئيس الوزراء يعني كانه وزاره. طب ليه ما يبقاش وزاره؟ يعني تبقى لها صلاحيات اكتر يتهيألي من ان هو يبقى رئيس جهاز. انا هسال حاجه سؤال او يعني ليا وجهه نظر في الحته دي. المسمى مش مشكله. تمام. سواء جهاز او هيئه او وزاره، المهم في الاخر مين القائم على راس هذا الموضوع وما هي صلاحياته. تمام. هو ده وجهه نظر انا في الحته دي، ان المسمى ما يفرقش كتير، بس هل فعلا في شخص قادر على اداره هذه المنظومه؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، ما هي صلاحياته؟ يعني ما زالت الدكتوره نبيل بتدير المنظومه حتى وهي النهارده، وهي وزيره التجاره، وهي وزيره التجاره والصناعه، لان هي كانت ماسكاه قبل ما تروح الوزاره، وهي ماسكاه وما زالت تمسكه لفتره انتقاليه ست شهور، وهي سيده فاضله وتجيد هذه الاداره. بس السؤال الاخر بقى، هل هي عندها صلاحيات كامله لانجاح المنظومه بصفه عامه؟ دي النقطه اللي عليها علامه استفهام. تمام. لان براها حاجات كتير، هي دي نقط لازم ندركها. حتى لو عملت النهارده وزاره وطلعت براها مثلا الاراضي، طلعت براها مثلا التمويلات، طلعت براها مثلا بقت هي مقيده بمعاملات اخرى، بمعاملات اخرى. خدت بالك؟ وعشان كده الجهة التنفيذية للمشروعات الصغيرة على مستوى العالم هي جهات تملك كافة الصلاحيات فيما يخص هذا الموضوع. لازم عندها أسرة ان هي تقدر تتحرك كل حاجة فيما يخص هذا الموضوع. دي النقطة اللي اعتقد احنا محتاجين ان احنا نبص لها كويس، نبص عليها. طبعا طبعا. طيب بعد الموقف ده النهاردة، يعني انا شايف في توجه عام واهتمام منكم من سياده الرئيس بالموضوع، ويمكن كان في حوار برضو او موضوع انا سمعته اعرف منك تفاصيله او نقوله بشرى للناس، ان كان في دراسه ان انتوا تعملوا مجموعات، انشاء مجموعه من المصانع في مكان معين بدراسات للمصانع اللي ينفع تبقى جوه المجموعه دي، وان انت تديله دراسه وتديله مكان ينفع هو يبتدي فيه مشروعه بشكل تمويلي معين، وتعمل شركة إدارة لكل مجموعة من المصانع دي هي اللي تسوق وتصدر المنتج اللي بيخرج من ده. صح. وكان على حد علمي كنتوا شغالين في حاجة كده في البحيرة وحاجة في بورسعيد. صح. دي بقى وضعها ايه على أرض الواقع دلوقتي؟ يعني وصلت لفين ولا بقت ايه؟ بص أقول لك حاجة، احنا استراتيجيا الدولة استراتيجيا بتشتغل حلو جدا جدا. تمام. في بلانز، في خطط، في توجه، في رؤيه، الكلام ده موجود. لما بتخش بقى على الناحيه التنفيذيه بتقابل صعوبات و بيروقراطيه فعلا في منتهى الصعوبه. طب بتقابل صعوبات رغم اهتمام القياده السياسيه؟ يعني الرئيس شخصيا مهتم بالموضوع ده وبيتابعه؟ ما هو اصل بص اقول لك حاجه، حضرتك النهارده لو بتدير مؤسسه خلاص، انت دورك انك بتدي التوجه. تمام. بتدي الرؤيه. تمام. خلاص، مستحيل مستحيل انك تقدر تتابع كل جزء في هذه المنظومه. طبعا مستحيل طبعا، بس انت بتدي جرين لايت وهم بيمشوا جواه، فهو النتيجه ان بيحصل تعطيل. هو اقول لك حاجه، هو ما انا وجهه نظري ما يسري على المشروعات الصغيره هو ما يسري على الاستثمار بصفه عامه. تمام. انت مشكلتك النهارده ان مفهوم الاستثمار سواء استثمار ايا كان نوعه عند الموظف الصغير مش واضح، مش مدركه. هو الموظف مش مدركه، الموظف مش مدركه. هو مدرك ان اللي بيستثمر ده جاي يكسب، مش مدرك النص الاخر من الصوره، بقيه الصوره الثانيه، مدى الاستفاده اللي انت بتستفيدها بالظبط كده من التشغيل. فالنتيجه بالزبط. هو مش فاسد، لا، هو ما عندوش وعي كافي، هو ما عندوش وعي كافي وبيحاول
يفهم ان ده بيكسب الدولة وبيكسب المواطن، فبيقوم بيحاول يضغط على المستثمر، فالنتيجة ان المستثمر غالبا ما بيكملش. خدت بالك؟ ما يسري، قيس نفس المعادلة دي تسري على اي نشاط انت بتعمله، في توجه او في توجه زي بالظبط. خد بالك انا رئيس اتحاد النشاط الصغيرة وفي نفس الوقت عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد مستثمري مصر اللي بيضم مستثمرين، كل مستثمرين مصر، لا مستثمرين اللي هم الكبار بقى. خدت بالك؟ ما يسري هنا بيسري هنا. اتحاد المستثمرين ده اللي ماسكه الأستاذ محمد فريد خميس. الأستاذ محمد فريد خميس بالظبط. تمام. ما يسري هنا هو ما يسري هنا. نفس المواضيع. طبعا. فالنتيجة. طب هل ده ممكن يكون له سبب إن مثلا كم المشروعات اللي بقت دلوقتي موجودة كتير، فالناس اللي هي في الدائرة الوظيفية اللي حضرتك بتتكلم عنها مش مستوعبين هذا الكم؟ يعني المشروعات بقت كتير زيادة عن مكان، زيادة عن عددهم يعني؟ عن رؤيتهم كمان زي ما حضرتك بتقول. لا انا وجهة نظري ان مفهوم الاستثمار نفسه مش مسألة مفهوم ذات نفسه. يعني حضرتك عارف احنا موظفين الحكومة 7 مليون، انت محتاج منهم مليون، يعني عندك في 10 اضعاف زيادة ولا 7 اضعاف زيادة، فانت ممكن تعيد تأهيل مجموعة وتحطها هنا لو فرضنا جدلا يعني. بس هي النقطة كلها ان المفهوم نفسه لازم يدركه، زي ما النهاردة القيادة السياسية والجهاز التنفيذي العلوي ادرك ان فعلا الاستثمار ده حاجة مهمة، حاجة مهمة، وخاصة الاستثمار الصناعي. طبعا يعني. لازم هذا الكلام يتعمل له نقل للصغير. المستثمر ده ما هوش واحد جاي يكسب حط نقطة ويجري. بالظبط. لا ده جاي يشتغل بالذات بقى الصناعي بالزبط. يعني عارف احنا معانا مداخلة من دكتورة يمنى الحماية، يا صديقة، استاذ اقتصاد بجامعة عين شمس. مساء الخير يا دكتورة، ازاي حضرتك؟ مساء الخير، اهلا بيك وبضيفك. ازاي حضرتك عاملة ايه؟ اهلا وسهلا. احنا معانا مهندس علاء السقطي. اهلا وسهلا باشمهندس. ازاي حضرتك يا دكتورة، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. دي استاذتنا الدكتورة يمنى. ربنا الله يخليك. طبعا ربنا يديك الصحة تعيش يا استاذة يمنى. ازاي حضرتك عاملة ايه يا دكتور؟ الحمد لله وشكرا. كنا بنتكلم عن الاهتمام بالاستثمار والمستثمرين وخاصة الاستثمار الصناعي، يعني ان علاء بيه بيقول ان حاجة مهمة، احنا بنتكلم عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة عموما، فبيقول هي يعني اهتمام بالصناعة وبالاستثمار في المجال الصناعي حاجة هتفيد البلد وهتعمل خطوات كويسة ويبقى لها ايجابية بعد كده في الاقتصاد المصري ذات نفسه. هو في الحقيقة ده طبعا مهم جدا، وخصوصا ان احنا واحنا بنرصد كاقتصاديين الاوضاع الحقيقة الاقتصادية في انخفاض في معدل اداء القطاع الصناعي مؤخرا، وده الحقيقة يقلق. يعني رغم كل المبادرات اللي بتتم، يعني معدل نمو 5.6 لما نراجع اسباب معدل النمو هنلاقي انه مثلا معدل نمو القطاع الصناعي لا يتعدى 2.8، ده معدل منخفض جداً بالنسبه للامكانيات الهائله الموجوده في القطاع الصناعي. طب هل ده ممكن يكون سببه يا دكتوره، ممكن يكون سببه ان كان في جزء كبير من المصانع متوقف؟ بالظبط، في مشاكل في الصناعه بدات الحقيقه تطرح على السطح، وبدا في اهتمام من الوزاره ومن القياده السياسيه باستهدافها، لكن الحقيقه يعني ما فيش سرعه في الاستهداف. يعني انا لما اجي اتكلم النهارده على اسعار الكهرباء، اسعار الكهرباء المصانع ارتفعت بشكل كبير. انا عندي مشكله كبيره في تسعير الكهرباء في مصر، لازم اراجع حسابات تسعير الكهرباء بعد التحرير الاسعار، وبعد ان انا ببتدي ان انا اخلي الاسعار تعكس العلاقه بين العرض والطلب. مهم جدا ان انا راجع التكاليف بتاع توليد الكهرباء في مصر، واحاول ان انا اضغط هذه التكاليف لانها مقارنه بالدول اللي جنبنا هي مرتفعه نسبيا، وبالتالي انا لازم ابذل جهد كوزاره كهرباء. واحنا عندنا دراسات ميدانيه كاقتصاديين كثيره في هذا الاتجاه، اننا يعني انا اتمنى ان وزاره الكهرباء، لان الكهرباء دلوقتي بقت هاجس لكل الناس سواء مستهلكين او مصنعين، وبالتالي لابد من ان انا اعالج ده. دكتوره يمنى، ده انا اقول لحضرتك بقى حاجه ظريفه قوي. اي مصنع بينشا بيطلب مخصص معين من الكهرباء، وليكن تمام. وليكن مثلا 500 كيلو. تمام. نتيجة الريسيشن ونتيجة ان المصنع ما بيشتغلش بطاقته فبيستهلك 200 كيلو. الكهرباء بتحاسبه على ال 500 اللي هو طلبهم، مش على اللي استهلكه.
ازاي ده ما بيحصلش في اي حته؟ ما حدش في الدنيا ما بيحصلش كده. يقول لك والله انت طلبت كده فانا حجزت لك كده فلازم تدفع كده. وبعدين حتى لو ما سالكتهمش طب بيبقوا لك رصيد؟ لا مفيش رصيد يعني ادفعهم بيبقوا رصيد؟ لا 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 انت عطلت لي الشبكه وبناء عليه تدفع. يعني بقى عندك سعر عالي وعندك استهلاك غير حقيقي. اه انت مش مستخدمه. ده معناه تكاليفك تتضخم. بالظبط كده. على طول. بالزبط. يبقى ازاي انا النهارده بطلب من المصانع انها تصدر او ان هي تنتج بديل عن الاستيراد اللي هي احلال الواردات وانا مش مراعي التكاليف بتاعتها، او بالعكس ده انا بساهم في ارتفاع تكاليفها. مش القصه فقط مرتبطه بالكهرباء اللي عايزه اعاده نظر بالكامل ويعني ثوره في مجال التسعير وفي مجال ضغط ضغط التكلفه، لكن احنا بنتكلم على زامن مع ده الغاز، وزامن مع ده ارتفاع الميه اسعار الميه، وزامن مع ده ارتفاع اجور العمال. يعني بتتكلم على وقانون التأمينات الجديدة يا دكتورة بتزيد، وقانون التأمينات، وبعدين كمان ضريبة القيمة المضافة اللي هي برضو يعني بدأت تدخل على الخدمات وبدأت برضو ترفع من التكاليف في كثير من الجهات. فأنا النهاردة بتكلم لازم، أنا عندي مشكلة كبيرة في مصر إن أنا حسابات التكاليف لا يتم الاهتمام بها. على يعني أنا عندي في كل دول العالم في قواعد بيانات لكل سلعة تكلفة إنتاجها قد إيه، اللي هي البرودكشن إندكس، وده موجود على مستوى كل دول العالم لأن ده أساس اتخاذ أي قرار. يعني أنا النهارده عشان أقول إن المنتج محتكر أو غير محتكر أو مؤثر إزاي على السعر، اتكلم بناء على ايه وانا ما عنديش قاعده بيانات فيها تكلفه انتاج كل سلعه؟ فانا لازم يبقى عندي هذه البيانات دي اساسيه وانا بتكلم على ان انا عايز اخلي قطاع الصناعه محرك للنمو، وعايز عندي طاقات هائله في قطاع الصناعه لان عندي الفاليو تشين اللي هي سلاسل الانتاج فيها يعني نواقص كثيره. انا اقدر انتج جزء من مكون من سلعه مع العولمه وصدروا لدول تانية، دي كلها محتاجة حسابات العائد والتكلفة تكون واضحة ومتاحة، وإن الدولة لازم تهتم بيها. وكذلك الحقيقة القصة دي لا يقع عبئها فقط على الدولة، لكن أنا بتمنى إن اتحاد الصناعات يكون له دور في كده. يعني اتحاد الصناعات نجح مؤخرا إن يكون عنده قاعدة بيانات جيدة. يعني أنا مثلا الطلبة بتوعي لما بوجههم لقطاع الصناعة بيدخلوا على اتحاد الصناعات بيلاقوا كل صناعة في بيانات عنها فيما يتعلق بكمية الإنتاج وبتوظف كم عامل، يعني في قاعدة بيانات معقولة لكن ما زالت غير كافية. نستكمل مع بوجود بالظبط بوجود الرؤيه بوجود الرؤيه نستكمل على البرودكشن اندكس. البرودكشن اندكس اللي انا بتكلم عليه ده بيتعمل للصناعه كلها في الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. انا بقالي سنوات بطالب بالمطالبه دي انه لابد كل سلعه يتم انتاجها، لان انا هعرف ازاي انا اقدر انافس ولا لا، وهقدر ازاي اعرف وانا بتكلم مع الحكومه احاول اقنعها، لانه حاليا دلوقتي الحكومه فاتحه الباب لحوارات، ولسه وزيره التجاره والصناعه كانت في لقاء مع اتحاد الصناعات والغرف التجاريه فبتسمع. فهنا احنا لازم واحنا بنتكلم نكون بنتكلم بناء على قواعد بيانات، مش بنتكلم كلام مطلق، لا بنقول والله ان ارتفاع التكلفه قدره قد كده، تاثيره على تنافسيه الصناعه التاثير بنسبة كذا، فيبقى عندي بيانات واضحة ومحددة اما اتكلم بيها يبقى اقدر اخد القرار على اساس سليم. تمام يا دكتورة، متشكرين جدا على مداخلتك. حضرتك عايز تسألي حاجة تاني؟ لا لا كلام طبعا ما اوكي يا دكتورة يمنى، الف شكر لمداخلتك، وان شاء الله يعني عايزين نلقاكي مرة معانا كده على الهواء ان شاء الله. ان شاء الله ميرسي يا دكتور، الف شكر ليك. شكرا يا دكتور. طيب طب خلينا نقول يعني دايما ايه يعني الاقتصاد ده انت عارف اوجه عامل زي الفور دي كده، يعني تشوفه من كل مكان. اكيد في بعض الـ 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 الاجزاء اللي في الجزئيه اللي هي الصناعات المتوسطه والصغيره دي حاجه احنا بنحاول ان احنا ننميها ونساعد بيها على الصناعه انها تتحرك وانها تبتدي تشتغل. دول ممكن يشتغلوا صناعات
تكميليه للصناعه او الحاجات الاوليه للصناعه، وممكن يعملوا منتج يبقى ممكن يغني عن الاستيراد زي ما حضرتك كنت بتقول. طيب خلينا نقول الخطوات اللي اتخذتها مصر في سبيل الاصلاح الاقتصادي. اكيد في حاجات جابت نتائجها، جابت مردود. لا لا بص، هو كون النهارده سواء الدكتوره يمنى او انا او غيرنا بيتكلم وبيطلب حاجات او بيقول ان في نواقص، ده مش معناه ان انت ما قطعتش الشوط. لا, لا لا احنا قطعنا الشوط طبعا، ده مفيش خلاف، انا مش قصدي كده، انا قصدي بقى اقول ايه، في ظل الاصلاح ده اللي حضرتك شايفه او نقوله او نوريه للساده المشاهدين، ايه المجالات الواعده النهارده في الاستثمار في مصر؟ يعني النهارده لو حد عايز يستثمر، لو في المجال الصناعي او في المجال العقاري، ممكن يستثمر فين؟ يعني في المجال الصناعي انا بستثمر في عقاري وصناعي. انا عارف. خلاص انا لا انصح استثمار عقاري دلوقتي. دلوقتي ما تنصحش انك تستثمر، ما تخش تعمل مشروع تطوير عقاري. لا لكن تشتري وحدات ماشي، لكن قصه ثانيه. دي موضوع ثاني. انا بتكلم على ان ديفيلوبر او مستثمر يخش يدخل جديد بمشروع جديد. لا خلاص ما تنصحوش. لا ما انصحوش. لا كان الكلام ده موجود من كذا سنه، كان طبعا رائع. النهارده انصح اي مستثمر يخش بالصناعه. بص هي الدوله هي المنظم للعمليه دي، تمام، عمليه استثمار. بتيجي النهارده والله تقول لي ايه، انا عايز استثمار في حته العقارات مثلا، فبتبدا تزق في السكه دي، تمام. خلاص تيجي بعديها والله تقول لك لا انا محتاج النهارده استثمار في الصناعه، تبدا تزق في الحته دي. عندك الاستثمار الصناعي طبعا، لان من الرؤيه اللي احنا شايفينها ان فعلا الدوله هتحط ثقلها على هذا الموضوع، على الصناعه. تمام. وعندك الاستثمار السياحي، بدات الدوله برضو في انتعاش طبعا في السياحه، وبدات الدوله والزراعي طبعا. يعني اذا عندك كذا مجال للاستثمار، بس انت شايف ان اولهم الصناعي 100%. ليه؟ لان قبل الزراعي. قبل الزراعي. قبل الزراعي. تمام. لان الصناعي تقدر تستثمر بمليون جنيه وتقدر تستثمر ب 100 مليون. القماشه تستحمل. لا الزراعه صعبه، الزراعه محتاجه عشان تخش وتعمل استثمار فعلا حقيقي محتاجه ارقام كبيره عشان تعمل استثمار بجد. خدت بالك؟ فاذا النهارده لا الصناعي طبعا. الصناعي. واللي مش هيعمل مشروع صناعي في خلال 2020 او 2021 اعتقد برضه هيفوتوا القطر، زي اللي ما استثمرش في العقاري في الفتره اللي قبلها كذا سنه. خدت بالك؟ هي دوره سيركل. سيركل لتوجيه الاستثمارات. بالظبط كده. وده شيء الدولة. طبيعي، وده شيء طبيعي 100%. طب حضرتك شايف بقى، يعني لو قلنا خريطه مصر الصناعيه، شايف اماكن واعده بالاستثمار الصناعي اكتر من اماكن؟ يعني لو قلنا مثلا في الصعيد مثلا في مزارع، يعني مثلا في شركه اماراتي مثلا جت من الامارات وخدت مساحه جوه مشروع 1.5 مليون فدان وبتعمل مصنع سكر، والمفروض ان الجزء الزراعي اللي هم خدوه ده هيزرعوا فيه بنجر اللي بيطلع منه عشان السكر، والناس المحيطين في المشروع 1.5 مليون اغلبهم هيزرعوا بنجر عشان يدوا المصنع. عشان يدوا. هل حضرتك شايف لا التصنيع الزراعي طبعا ان التصنيع الزراعي ممكن يبقى في الفتره القادمه دي له مستقبل كويس؟ طبعاً في طبعا في القادم التصنيع الزراعي مرتبط بالزراعه، تبقى الاوقع والشيء المنطقي ان يبقى اقرب ما يكون لمناطق الزراعه. تمام. خدت بالك؟ فده شيء طبيعي، ده لو حضرتك بتتكلم على المكان. ايوه بالظبط. فالمكان ده منطقي كده. لو انا بفكر في مشروع تصديري يبقى الشيء الطبيعي يبقى اقرب ما يكون ناحيه المواني او الاماكن الخاضعه للتصدير او القابله للتصدير، سواء ميناء جاف او ميناء بحري او ميناء بري ايا كان. انما عموم الصناعه خدت بالك مش هتفرق كتير تبقى فين. مش هتفرق. لا لا لان هتيجي مثلا تقول القاهره الكبرى اسعار الاراضي عاليه، بس النقل والسوق وكل الكلام ده متاح. هتيجي تقول والله في الصعيد ممكن تبقى الاجور اقل واسعار الاراضي اقل، بس النقل النولون هيكلفك. هيكلفك. فاذا في الاخر كل صناعه برضه لازم تحسب بالحته دي مظبوط قوي. لان في صناعات المنتج النهائي بتاعها ضخم كميه، تكلفته لا حجمه ضخم. يعني مثلا انتاج الفوم مثلا، انت ممكن تنقل عربيه فوم والمنتج نفسه رخيص، مع الحجم ده يبقى تكلفه النقل هنا عاليه جدا، بتمثل زي الرمل. زي الرمل مثلا. آه. تكلفه النقل هنا عاليه بالزبط. بالنسبه للمنتج. فشيء طبيعي ان انا لازم ابص على النقل لمكان يوفر لي النقل. بالظبط كده. كل حاجه وليها حاجه.
طب هل في انواع صناعات حضرتك شايف ان هي ما زالت ما حدش اهتم انه يشتغل فيها كمجالات في الصناعه، في الصناعه طبعا. يعني في نوع مصانع محتاج انه يتاسس او يتعمل في مصر؟ طبعا طبعا. زي ايه بقى؟ كل الاجزاء اللي او معظم الاجزاء اللي بتخش في صناعات المغذيه، صناعه السيارات محتاجه شغل ضخم جدا وتستوعب حاجات لا تتخيلها. يعني الاسكان كيو اللي هي الكابلات بتاعت العربيات النهارده، في كم مصنع في مصر بيعمل وبيصدر لليابان والالمانيا وهنا وهنا، مجموعه مصانع بيصدر انتاجه، بيصدر انتاجه بيعمله لهم يعني بيعمله لهم بيصنعوا بالظبط ليهم. كده. قطاع العربيات او قطاع السيارات هو قطاع واحد جدا وانت مؤهل انك تبدا تشتغل فيه. ده قطاع فممكن ضخم تقوم ضخم في القطاع ده ببعض الصناعه كويس طبعا. فيها بعد صناعي. طبعا عندك القطاع الكيماويات. بص اقول لك حاجه، انت بلد تستطيع انك تشتغل في اي قطاع، مش هي دي يعني ما تجيش النهارده تقول والله. لا انا قصدي يعني حضرتك مثلا بتقول مثلا النهارده مثلا مصانع الكابلات دي حاجه مطلوبه والناس بتصنع وتصدر كويس، فساي مثلا ان في 3 مصانع في مصر، هم تقريبا كده 3 ما عدوش تقريبا. الرقم ده يعني. لو قلنا ان هم 3، طب ممكن يبقوا محتاجين واحد رابع جنبهم يساعدهم او طبعا يشتغل طبعا للمحلي، طبعا طبعا لان دول طبعا مش هيرضوا انهم يشتغلوا محلي محلي لانهم بالظبط بيصدروا. بالظبط. فاكيد لو حد طلع النهارده اشتغل محلي هيوفر منتج للسوق المصري وهيلاقي زبون لان المنتج بالظبط مطلوب بالظبط بالظبط كويس. ده حقيقي. فممكن النهارده يبقوا الناس الخبر اللي في الصناعه زي حضرتك يعني يبقوا زي دليل للناس ان هو يقول له مثلا المجال ده واعد لازم الناس تضخ في المجال ده، محتاجين مثلا 10 مصانع في الحته دي. مين بقى اللي يقول محتاجين 10؟ ما إيه؟ اعرفش انا اقول، لا ما اعرفش. لا ما هو مش الفكره، ما هو الفكره ان انتوا رجال صناعه، ما اقدرش فالطبيعي احدد. ان يعني انت في اللي بقى هتعرف هنا السوق. الحكومة بقى، لا. ما هي الحكومه مش عارفه السوق، خلينا واقعيين يعني. لا يعني النهارده الحكومة ما الحكومه تعرفش خلينا انت بتنتج واقعيين، كام عربية. الحكومه مش هتعمل ريسيرش على السوق هتشوفه هو محتاج ايه، لكن حضرتك راجل صناعه عارف هو السوق بالفعل محتاج ايه ما اقدرش اقول عشان الناس للمهندس. ما تجريش في طب اتجاه. هدي لك انت مثال. عايز اقول لك مشكله، بص الناس بتجري في اتجاه صناعي فيجروا يعملوا مصانع زي بعض طب ما ده اللي بقوله، فتلاقيهم في الاخر خبطوا في بعض خبطوا في بعض، صح. بقى عندك منتج اكتر مين؟ من طلب السوق. طيب هسأل حاجة يعني سؤال ادي لك معلش. مثال على ده في حاجات كتير زي الاسمنت، بالظبط. بقى المصانع كتير مع انها صناعه تقيله يعني مصنع بيتكلف كتير جدا، لكن بقت المصانع كتير عن الاحتياج مين؟ والناس ما زالت مصممه انها تبيع بالشكاره يعني مش عايز يصدر بقى ويعمل ويتكلم مع الدوله ان يعملوا مين التصدير يستحمل كميات كبيره، لا هو برضه في دماغه يبيع بالشكاره. ايوه فطبعا ما ينفعش يعني لازم انتوا توروهم. اعتقد معلش بعد اذنك انا ممكن اختلف معاك في الحته دي. الريجوليتور والمنظم هي الدوله. ليه؟ حضرتك بتقول النهارده في 3 مصانع بتاع سكان كي اللي هي الكابلات. تمام. طب افرض في ان بروسس في اللاين، يعني في بدا 3 تانيين يشتغلوا، انت ما تعرفش لسه، اشتروا ارض وبداوا يبنوا ويعملوا، مين اللي يعرف المعلومه دي؟ الحكومه مش احنا. الدوله. الدوله. تمام. يعني اذا النهارده طب وليه ما يبقاش الموضوع تناغم بيننا وبين بعض؟ يعني ليه ما يبقاش حضرتك مثلا انتوا كناس في الصناعه تقول للحكومه، وانتوا اكيد بتقعدوا مع الحكومه مباشر، انا عارف يعني الموضوع حضرتك من الناس اللي بتحط خطه الصناعه يعني، انا عارف ده يعني. كويس. ليه حضرتك ما تقولوش مثلا احنا محتاجين 20 مصنع في المجالات دي؟ ما تديش 21 رخصه، يعني هي البلد محتاجه 20. فالرؤيه اللي لحد ما متشافه انا معاك في الحته منكم دي. مش منهم، صح. لكن هو بالنسبه له هيخش 50 رخصه هيقول لك هيقول له رخص اتفضل 50 رخصه اشتغل يا باشا مفيش اي مشكله، صح بس دي الصبح حقيقه. هتودي المنتج فين؟ فين ما خلاص مش وقفنا عايزين بقى احنا. نعمل كده ومش عايزين نشغل ناس صح ونرجع نقعدهم صح في البيت. زي ما اتعمل كده بالنسبه للعقارات ما تعملوش بقى بالنسبه ايوه للصناعه. بالظبط صح ده كلام بالظبط. سليم طبعا. يعني لازم تبقى انت عامل ريسيرش كويس. هم دراسه السوق بتغنيك من الخساره وتغنيك تكسبك عشان انت دارس سوقك. يعني ده حضرتك اكيد. بتقول ايه؟ بتقول انا رحت للراجل بتاع جنوب افريقيا قلت له انا جاي استثمر عندك اعمل مصنع، قال لك اعمل لك كل حاجه من هنا، قلت له اروح اشوف انا عايز اشوف انا هعمل ايه عند مين. صح. فمش مجرد ان انا استثمر وخلاص، لا انا هعمل ايه عند مين. لا لا كلام سليم 100% طبعا. يعني في مناطق النهارده زي العاشر من رمضان محتاجه تنميه، فيها مصانع وفيها اراضي محتاجه تنميه. مين اللي ينفع يقول ده؟ الناس اصحاب مهنه الصناعه اللي زي حضرتك، مش حد من بره. ما ينفعش حد خبير اقتصادي يقول لهم لا اعملوا كده هنا، لانها مش شغلته مش حتته. وخلي بالك الصناعه مش اي حد بيشتغل فيها، لا لان الصناعه استثمار بعيد الاجل مش قريب الاجل. هو كله كان بيجري على والصناعة العقار ليه؟ مزاج. يعني انت عارف عايز ايه؟ تطلع منتج. ايوه الصناعة غير التجارة.
طبعا الصانع ده بيستمتع باللي بيطلعه. يعني احنا لما بنطلع منتج جديد خدت بالك بنقعد كده نتلم ونتفرج عليه وبتاع، مش الهدف منه احنا لسه ما بعتش ولا لسه كسبنا خلاص، وممكن ما تبعش ممكن تخسر، بس سعادتك بانتاجك مبسوط. مبسوط بيه زي ما عملت المصنع بتاع الكرتون مثلا، ومبسوط انك عملت مصنع كرتون، مش مهم بقى يروح فين، بس لا انت لا. انت تطلع منتج بكواليتي معينه انت فخور بيه بالظبط، بس خلاص صح، وانت عارفه صح. عارف في الاخر هتوديه فين صح. يعني انا قصدي ايه، هو الدوله النهارده احنا بقينا عايزين نقول للناس وكلنا نقول لبعض، اللي عارف حاجه يقولها للتاني. ليه؟ لان هي الدوله ما عندهاش الدرايه بكل حاجه، زي ما انت بتقول مش لازم في كل شارع او في كل حاره، لكن انت اللي عارف المصنع ده ينفع يتعمل فين، فانت اللي ينفع تقول له لا ما تعملش صناعه هنا تاني صح، يعني ما تفتحش هنا صناعه. والله بص، هو في توجه حاليا من الدوله ده فعليا انها تقعد وتسمع، ده حقيقي بالظبط، لان هو اللي فاهم اللي عايش الموضوع. ما هو انا اجيب الدكتور يقول لي ايه مشكله العيان، لكن انا مش هقعد مع كل عيان اقول له انت ايه مشكلتك، صح فاهم قصدي؟ مين بقى الدكتور انت؟ مش هو هو مش هيعرف يبقى الدكتور، لا لا كلام سليم، مش هينفع يبقى الدكتور والصيدلي، مش هينفع. هو ينفع يديك ارض تعمل عليها مصنع، لكن السوق يستحمل هذا المصنع، يستوعبه، محتاجه مش محتاجه، ده انتوا كناس مستثمرين ده المفروض احنا صح. يعني انت عندك في منطقه بدري دي ما زالت تستوعب كام مصنع كتير جدا، ومين الجاف اللي موجود طبعا. يعني طبعا. في عندنا في مصر حاجات كويسه، بس كتير الفكره كتير. التوجيه بقى، التوجيه ده ما يجيش غير من اصحاب المهنه. يعني شوف النهارده منصر شكري مثلا بقى رئيس غرفه التطوير العقاري، بقى بيتكلم باسم الناس مش عارفه اسمها العقاري، لا عايز اعمل كذا، لا كذا ما ينفعش، لا الناس دي لازم تاخد كذا، لا احنا محتاجين كذا، دخل وعمل مبادره مع البنك. يعني الفكره في ايه؟ ان اصحاب المهنه هم اللي بيعرفوا يدافعوا عن حقوقها، وهم اللي يفتحوا فيها مجالات، ده كلام سليم، مش اللي من براها، لا لا لا، لان المستثمر اللي من بره مش ما عندوش ده، ما يقدرش يعمل كده، ما يعرفش، لازم يبقى في فرصه استثماريه متكامله. يعني حتى حضرتك النهارده لو عايز تجيب شريك في بروجكت بتعمله، هتعرض عليه المشروع ان ده فرصه استثماريه، هتحط كذا، هنعمل كذا، هنجيب مكان بكذا، هنطلع منتج بكذا، هنبيع بكذا، صح، فاهم قصدي؟ ده بقى اللي احنا عايزين نعمل بيه توعيه للناس، ان هو ما تتخضش انك تشتغل في الصناعه، لا انت ممكن تبتدي مشروع بمليون جنيه، بنص مليون جنيه، ممكن طبيعي. تاخد قرض وتشتغل طبعا. مين بقى اللي ينفع اوريهم الرؤيه دي؟ انتوا مش احنا. أيوه. احنا ما أيوه. نعرفش ده. أيوه. يعني عشان كده انا كنت بقول لك على موضوع المجمعات الصناعيه اللي كنتوا بتتكلموا فيه. ما هو المجمعات طبعا ده شيء ده موضوع رئيسي، ده موضوع هام جدا. ايوه ايوه جدا. أيوه. يعني هتفتح فرص عمل، وهتطلع منتج، وممكن تصدر. صح. يعني موضوع صح. موضوع متكامل. صح. يعني بدليل ان انت متحمس، يعني انت كنت متحمس الموضوع جدا وما زلت. لا 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 لا، وما زلت. بس عارف ايه، احيانا كده في اثناء مسار حياتك عموما، يعني خدت بالك، بتبقى بتجري بتجري بتجري، بعدين تلاقي ايه، واحد شدك سنه كده، فتقوم عامل زي هولد كده، هولد كده، خدت بالك، خطوه تنظيم يعني، بعدين تبدا تكمل تاني، وهكذا الحياه كلها كده يعني، خطوه تنظيم، او ممكن مع التجربه العمليه تحس ان في حاجه عايزه تتظبط، يعني هي ما كانتش تمشي بالطريقه دي، عايزه الحاجه دي عايزه تتظبط، يعني زي ما حضرتك بتقول. يعني حتى لو انتوا بتقولوا كده كناس مستثمرين وعندك رؤيه، ليه ما يبقاش في قطاع جوه الدوله لتدريب موظفي الدوله عن الاستثمار، يعلموهم؟ والله يعني دي فكره إيه طبعا لم يتم طرحها. ليه يعني ليه النهارده انت بتعلمه كمبيوتر وما بتعلموش تتعامل مع رجل اعمال؟ يعني انا بقول لك فكره لم يتم طرحها من قبل، واحنا متسعين نتبناها. طب يلا، لانها فكره فعلا حلوه جدا طبعا، انك زي ما بتدربه على اي، زي ما بتدرب الممرضه على التعامل زي مع العيان بالظبط، انت لازم تدرب فعلا الموظف ازاي يتعامل مع المستثمر، مع مستثمر بتتكلم مع واحد معاه، يعني يمكن الناس اللي عندها درايه بده شويه، هيئه الاستثمار دول اللي متدربين يتعاملوا مع الناس ازاي، وعندهم سرعه اداء، والموضوع بقى شياكه جوه، المواضيع لطيفه، يعني الامور بقت لطيفه. ليه بقى ما بقاش جوه هيئه الناس الصناعيه كده، الناس اللي عايشه في الصناعه؟ ما هو برضه ده مستثمر، حتى لو هو من صغير المستثمرين، ما انت تاخده بقى تحتضنه عشان ما يخافش، هو اصلا داخل خايف، يعني بالظبط، مش ناقص، ده حقيقي، مش ناقص تخوفه. فلازم يبقى انتوا المفروض كناس زي حضرتك، زي الاتحاد عندك، ممكن يتبنى ده، تقول يا جماعه احنا محتاجين بالتعاون مثلا مع جامعه القاهره او جامعه عين شمس، مع الجامعه الامريكيه، ان احنا ناخد جزء من موظفي الدوله اللي بيتعاملوا مع مستثمرين، ونعمل لهم رفع كفاءه، نفهمهم هو ده ازاي، هو ده يتعامل ازاي، لان ده هيعود عليك وعليا وعلى اللي بيشتغل وعلى المستثمر اللي جاي من بره وعلى شكل البلد. ده 100%، بقول لك فكره فعلا، بقول لك لم يتم طرحها من قبل، وفعلا صح، ده حقيقي، لازم تعمل كده، هتفرق كتير جدا جدا. طيب احنا معانا مداخله بس صغيره، سفير جمال بيومي طبعا.
مساء الخير يا سيادة السفير، ازاي حضرتك؟ مساء الخير، اهلا بيك. ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ نحمد الله. احنا كنا بنقترح اقتراح كده مع علاء بيه، ونتمنى انه حضرتك تقول لنا رايك فيه. ان يعني علاء بيه يرد عليك الموضوع. مساء الخير يا سيادة السفير. مساء النور، اهلا بيك. هو الاقتراح بيقول ان زي ما بندرب اي فئه للتعامل مع فئه اخرى، لماذا لا يتم تدريب موظفي الحكومة على كيفية التعامل مع المستثمر، وتعيد تأهيل الموظفين اللي في المناطق اللي بيتعاملوا مع المستثمرين لكيفية التعامل، سواء لتسريع الإجراءات أو لجودة الإجراءات؟ ده كلام سليم، ولكن أقول لك خبر جيد، وهو أن فعلا أنا من سنوات طويلة وهناك دورات تدريبية، ولدينا ما يسمى بمراكز إعداد القادة. ومعلش تسمح لي أقول نقطة، أن ده دايما بسمي بعضها مراكز إعدام القادة، لأن بعد ما بتدربوا ما بنشوفهمش. فالتدريب قائم على قدم وساق، لكن في النهاية هذا جزء من المناخ الاستثماري. المناخ الاستثماري مش بس الموظف اللي على الشباك، وطبعا حدثت وزارة الاستثمار عملت جهود كبيرة في حكاية شباك واحد واختصار الإجراءات وكذا. هذا الموظف اللي بيقابلك على الشباك الواحد بياخد ورقك ويدوخ عند 32 وزارة أخرى. وكل وزارة ما زالت هناك ما يسمى بصراع البيروقراطية في الخلف. وده مش موجود في مصر بس. يعني أنا كنت في ألمانيا، وهي من كبريات الدول المتقدمة في العالم، بيبقى في حساسية بين وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد وهكذا. كل ده غير مقلق، لان في النهايه تستطيع الحكومه، خصوصا ان الاستثمار الان ملفه في ايد رئيس الوزاره، فيستطيع ان يامر كل الوزارات فيطاع. معايا؟ تمام. لا، اللي قلقني حاجه ثانيه. تمام. ان المناخ العام اللي الاستثمار الاعلام المصري خلقه مناخ معادي للاستثمار، وخصوصا اذا كان قطاع خاص، والاخص اذا كان اجنبي. ودايما اقول للاعلاميين اصدقائنا، عمرك شفت مسلسل او فيلم في رجل اعمال شريف؟ يعني احنا بندي صوره عن رجل الاعمال انه مغتصب للسلطه وبيمتص دماءنا. واكبر كاتب في اكبر صحيفه مصريه، وهو صديق عزيز ليا، في عموده على ايدك اليمين وتداخل الجورنال، بيقول لك رجال الاعمال امتصوا دماء المصريين. بس فانت بالتالي بتعاملهم بهذه الخلفيه. بس هي الرؤيه دي يعني يا سياده السفير، الرؤيه دي مش واقعيه. يعني على ارض الواقع، يعني علاء بيه رجل اعمال، وقابلنا رجال اعمال كتير جدا، الرؤيه دي مش واقعيه. الرؤيه دي كانت في فتره معينه، حضرتك عارف طبعا التغيرات السياسيه اللي الدوله كانت بتمر بيها. يبقى انت ما بتقراش جرايد. ايه؟ يبقى انت ما بتقراش جرايد. لا، الرؤيه دي يوميا. انا بقول لك مش واقعيه، انا مش بقول انها مش بيقولوها، انا بقول ان هي مش واقعيه على ارض الواقع. كلامهم هم مش واقعي. ده مش ارض الواقع. كلام انا. لا مش لا انا مش بقول لحضرتك، انا بقول لك انا اسف. طيب، حاجه ثانيه برضو محتاجه تطوير. تمام. ان ما زال كثير من النظم الاداريه صعبه جدا. انا شاركت واعتز بهذا في تطوير الاداء المصرفي، وانا مضيت شيكات باكثر من 30 مليون جنيه مرتين للبنك المركزي المصري ليطور اداء القطاع المصرفي المصري، بالتعاون مع البنك المركزي الاوروبي، وتطبيق ما نسميه فنيا معايير بازل واحد وبازل اثنين وبازل ثلاثه للسلامه المصرفيه. ومع ذلك انا في البنك من كام يوم بيقول لا بطاقتك انتهت. وهو لما بطاقتي انتهت هيصبح اسمي نوش جمال البيومي؟ يعني هل في بنك في العالم لسه بيتكلم على البطاقه؟ واخد بالك؟ تمام. يعني ما هو ده جزء مش عاوز يتحرر من هذه القيود. اللي معلش بعذره، عارف ليه؟ لان عندي حالتين في ذهني من كبار مسؤولين خد قرار جريء، قعد 7 سنين في السجن لغايه ما تبين انه بريء. وكلنا ابناء البيروقراطيه نعلم ان البيروقراطيه ساعات تكتفك وانك انت ما احنا بنقول بقى لو تم تدريب الناس هتبقى الامور اليم من كده، يعني هتبقى اسهل من كده شويه. سياده السفير، حضرتك معانا لسه؟ تقريبا الاتصال اتقطع. طيب، احنا بنتقدم بالشكر لسياده السفير جمال بيومي،
الامين العام لاتحاد المستثمرين العرب. نكمل معاك يا باشمهندس علي. اتفضل. بص يعني هو جزئيه السيد السفير بيقولها، يعني ما اعرفش، هو كل فتره زمنيه معينه كده انت عارف طبعا في التغيرات السياسيه في الدول بياخدوا فئه كده ويفضلوا ايه يشتغلوا عليها يعني اما قامت ثوره الفئه دي اما قامت ثوره 52 اشتغلوا على العيله المالكه وعلى الـ 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 العائلات القديمه اللي كانت تمتلك اراضي وتمتلك استثمارات في البلد وهكذا. كل فتره هتلاقي يعني الموضوع ايه كده، لكن هو في حقيقه الامر هم رجال الاعمال محتاجين رأفه، مش محتاجين اللي بيتقال عليهم ده خالص. ما هو ده يا سياده السفير بيقول ان رجل الاعمال محتاج كده بالظبط، فهو بيوضح النقطه دي ان فعليا ما زال في اقطاب كثيره موجوده بترى ان زي ما بقول لحضرتك الموظف بيبص على المستثمر بالظبط ان هو جاي يكسب، احنا عايزين ما بيبصش على الجزء الاخر ان هو هيفيد البلد وهيفيد اخوك وابنك هو هيصرف بالظبط، مفيش مستثمر بيخش هيدخل بيكسب النهارده لازم يصرف لا ده بيصرف الاول بعدين يكسب بالظبط. الصرف ده معناها تشغيل ومعناها احياء حياه كامله بالظبط، فهو دي اللي المفروض الموظف عشان يتعلمها. يعني حضرتك اقترحت ان الموظف ياخد دوره تدريبيه بالظبط، الاستاذ سمير بيكمل عليها بيقول ايه، والموظف المفروض الجهه الاعلاميه اللي كلنا بنسمعها لازم تمشي في نفس النسق تمام، انها فعلا تشجع المستثمر، تطمئن المستثمر بالظبط، تطمئن رجل الشارع اللي هو سواء التاكسي ولا اللي هو في محل ان المستثمر ده جاي ينفعك مش جاي ياخد حته منك بالظبط، بالعكس بالظبط ده هو جاي عشان يشغل ابنك، جاي عشان ينفعك يفتح مجالات. لو المفهوم العام ده كمناخ عام بقى زي السياحه كده، ايوه ما هو انت بتعمل رؤيه بتدرب الناس تفهمهم عشان يفهم ان دي حاجه تفضل تجي له، ما تبوظش الراجل ده عشان يفضل موجود بالظبط وعشان يجي غيره. أيوة يعني أيوة ده المفهوم. احنا طبعا سعداء جدا بلقاء حضرتك، الله يخليك ويحفظك يا سيدي. هم الشباب بيقولوا لي احنا وقتنا خلص، لا القعده معاك حلوه يعني، ربنا يخليك يا باشمهندس والله. يعني اتمنى ان اللقاء يكون يعني خلى حضرتك تقول برضو بعض المعلومات كتير أكيد للناس أكيد تعرفها ربنا لهم، ربنا يخليك وان احنا يعني نلقاك تاني ان شاء الله أكيد نكمل طبعا. الموضوع لان الموضوع موضوع كبير طويل مش حاجه طبعا صغيره طبعا، يعني فمحتاجه كذا حلقه يعني طبعا. ان شاء الله على خير يعني، ربنا يخليك. نتقدم لك طبعا بخالص الشكر والتقدير، الله يحفظك ونلقاك قريبا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين دي كانت نهايه حلقتنا النهارده معاكم من برنامجكم حوار واستثمار مع الشواربي، الى ان نلقاكم السبت القادم 9 مساء، نترككم في رعايه الله.